غرور القوة اللي عند الإنسان كيخليه أنه يعتقد باللي أنه قادر على كل شيء ويتحدى أي قوة حتى اللي ما عندوش فيها عليها السيطرة اللي كتمس ليه البصيرة. داكشي باش في حلقة اليوم جد مهمة وغادي نتكلم لكم على شنو مؤخرا وقع، أنه العالم كامل عرفوا ساق الخبر للغواصة تايتان اللي غرقت في 18 جوان اللي كانوا فيها 5 ديال الأثرياء اللي غادي يقتلهم الفضول، وقرروا باش أنهم يمشيوا في رحلة الغوص للقاع المحيط باش يشوفوا الحطام تاع تايتانيك اللي غرقت قبل 100 سنة. ولكن هاد الغواصة غادي تختفي وما خلاو فين قلبوا عليها وما وصلوا لها إلا من بعد أيام، لكن كان فات الفوت. أنا في حلقة اليوم ما جيتش باش أنا نعود القصة بحال بزاف لأنه كل شيء عرفها، ولكن جيت نعود التفاصيل نتاع ما لا تعرفونه دينيا وراء هذه القصة، الصراع مع القوة الإلهية، الأصوات المرعبة، الكائنات العجيبة، وشنو علاقتها بقصة يونس عليه السلام، وشنو علاقتها بالتايتانيك، وشنو علاقة تايتان بهذا الشيء كامل، الغواصة اللي غرقت هذه الأيام. ضروري تسمعوا حلقة الليلة باش تفهموا ما وراء القصة وتشوفوها بالمنظور الديني واللي هو منظور باطني. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم مليحه. اذا كنتي جديد على القناه مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الدار دارك خصكم تحفظوا هذه الجمله. المؤنسه ديالكم في الكوزينه، في الخدمه، في الوحده، في اي حاجه عادت اليكم من جديد كيف العاده وكيف تعودتوا عليا. بنت لكم البارح وبنت لكم البارح وغادي ما لكم اليوم، وديما غادي نبدا لكم ان شاء الله، وديما غادي نبدا كنونسكم. بغيت غير نقول لكم لانه بقوا حتى لاخر حلقه لانني عندي سؤال فخ اللي ضروري خصكم تجاوبوني عليه في التعليقات، واللي كان معجب بهذا المحتوى وكيبان لي بلي انه يستحق الدعم وانه يوصل لاكبر شريحه من المجتمع، ما تبخلوش من انكم تدعموني بالضغط على زر الاعجاب اللي ما تيكلفكم حتى شي مجهود. خلي ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. أعلن رسميا بلي هذوك الركاب الاثرياء اللي كانوا في الغواصه ماتوا، هادشي كل الناس قنا ليه الاخبار. هاد الاثرياء غاصوا في نظركم لاي هدف باش يشوفوا البقايا ديال سفينه تايتانيك. رانش هو المدير التنفيذي ومؤسس شركه ديال الغواصات العالميه اللي مسؤوله على هاد الغواصه. اما هنري هو واحد الرجل اعمال لفرنسي ومن اثرياء فرنسا، وحتى هو غواص. سليمان داود وشهرزاد داود من اثرى الاسر الباكستانيه اللي كانوا مهاجرين. اما هارنيك هو المسؤول على واحد من اكبر الشركات اللي كتقدم خدمات للطيران. هاد الناس غادي يقطعوا يا ساده يا كرام تذكره بواحد المبلغ اللي كان خيالي غير باش انهم يدخلوا القاع المحيط ويشوفوا البقايا تاع سفينه تايتانيك اللي غرقت سنه 1912. تخيلوا معايا دابا هاد الناس سالوا كاع الشغف اللي عندهم وبقى لهم هم واحد، هو انهم يدفعوا زباله تاع الفلوس باش انهم ينزلوا القاع المحيط غير باش يشوفوا الحطام. المفارقه في الحادثه انه تايتانيك، قبل ما ندخلوا في تايتانيك بلاتي نشرح لكم شنو بعدا اولا علاش تسمات بهذا الاسم. تايتانيك يا ساده يا كرام معناها الجبار مارد، ويقال بلي انه على اسم اله من آلهة اليونان اللي كانت قديمه اللي كانت كتحكم العالم كله على حسب المنظور ديالهم طبيعه الحال، الاله تايتان. فهذا اللي جدر هاد الغواصه علاش غادي ندويو اليوم غادي يسميها بالتايتان. هادشي اللي وقع لتايتانيك ماشي فقط حيتاش الاسم، ولكن الشعور اللي خلاه بلي انه يهمل العوامل كثيره واللي كانت نتيجه الغرور. هاد التايتانيك اللي غادي نذكروها فيما يلي. هاد تايتانيك كانت مجهزه في داك الزمان وحتى ليومنا هذا بواحد الطرق اللي كانت متفرده، والاشهار اللي كانوا كيديروه ليها كان مركز على 3 ديال الامور. حلو معايا وديكم مزيان. اول حاجه كانت الفخامه، لدرجه انه تذكره نتاع فرد الواحد في الدرجه الاولى كانت كتعادل المرتب نتاع اي انسان عامل في ديك السفينه نتاع حياته كلها. ايه تخيلوا دابا نتوما هاد الفخامه وزائد الضخامه، اكبر سفينه دارت في العالم كله. والحاجه الثالثه هي انها غير قابله للغرق ابدا، وشفتوا على تحدي كيفاش داير، وكانت عمره بواحد العدد كبير من الناس 2223 شخص مع دوك البطوات الصغار نتاع النجاة اللي حطوها فيها واللي ما كتكفي الا ل 1187 شخص. علاش؟ حيتاش هي ما تقدرش تغرق. شفتوا الجبروت كيفاش داير؟ هذا التايتانيك غرقات وهي كانت هزه واحد الطبقه اللي هي نبيله ومخمليه كيف تيقولوا من عباد الله. ولما وقع داك الاصطدام مع داك الجبل الجليدي كانت الفرق نتاع الانقاذ والقوارب الصغيره كتهز غير الاثرياء، اما الفقراء والطبقه العامله تخلات عليهم ومنعوهم من حتى انهم يركبوا في ديك القوارب نتاع النجاة.
اخر وحده اللي ماتت من ناجين ديك تايتانيك واللي ماتت سنه 1999 قالت بلي انه لموقع داك الصدام كانت واحد الاصوات اللي هي مخيفه في الظلام وكان برد اللي هو شديد. قالت بلي انه على حسب الشهاده ديالها بلي كانوا تيسمعوا اصوات بحال عويل الذئاب في المحيط، وهذه السفينه قبل الانطلاق ديالها اللي كانوا تيشبهوها بلي انها يد الله في الارض وبلي انها ما كتغرقش كيف قلنا، لكن في الرحله ديالها غادي تغرق وحلت في قاع المحيط. القدره الالهيه. فجات المفارقه من بعد سنوات، هذه 10 ايام ولا اكثر ما يزيد من ذلك، انه هادو اللي كانوا في الغواصه كانوا من طبقه الاثرياء اللي غادي ينزلوا باش انهم يشوفوا حطام تاع سفينه، والعالم كله تخيلوا معايا غادي تشغل بهم حيتاش كانوا اثرياء في الوقيته اللي فيها دوك 50 مغربي اللي غادي يحرقوا في قوارب باش انهم ينتقلوا لسواحل الاوروبيه ويقلبوا على لقمه عيش اللي هي كريمه، ولكن حتى شي حد ما تسوق لهم ولحد الان مازال ما لقاوهم. من غير هذا المفارقه ايضا ان في سفينه تايتانيك ميلفينيا هي اخر وحده كانت من ناجين من ديك السفينه، فكانت كتوصف الحادثه باللي كان الخوف والرعب ماشي فقط من حطام السفينه ولكن من الحاله اللي كانت في المحيط، الخوف والرعب، وكانوا تسمعوا اصوات من خارج السفينه بلا ما يعرف شي حد منهم اشنو واقع. بزاف من الناجين وقع لهم اختلال بسبب داك الخوف وداك الرعب اللي تعرضوا عليه في داك المحيط. في عام 1992 غادي تغوص غواصه امريكيه لقاع المحيط، الابعد نقطه اللي وصلت لها الغواصات، وكانوا فيها 4 نتاع الغواصين. غادي تخرج ديك الساعه منها والمشاهد والرعب من داك الشيء اللي شافوا في ديك النقطه اللي وصلوا لها. قالوا بلي انه كانت مخلوقات اللي كانت كتخلع ومرعبه، واحد منهم غادي يتصاب بنوبه علع وخوف، والثاني غادي يفقد القدره على انه يرتب الافكار والكلام ديالو، وكانوا تيشوفوا مخلوقات بحال وحوش في قاع المحيط، وكانوا تيسمعوا اصوات في قاع المحيط اللي كانت غير مالوفه ومخيفه. هادشي كله يا ساده كرام غير باش نفهموا بلي انه هادشي اللي وصل ليه العلم واللي شافوا راه قليل بزاف، حيت كاينين المخلوقات في المحيطات مازال ما اكتشفهاش الانسان ومازال ما وصلوش لابعد نقطه في قاع المحيط. حنا كمسلمين هادشي راه توصف في القران الكريم وجا الذكر ديالو تفصيلا في قصه سيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس اللي هو من صد بنيامين الاخ الشقيق لسيدنا يوسف، بنيامين ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم السلام اجمعين، واللي هو من بني اسرائيل وبعث لغير بني اسرائيل في نينوى، وايضا تسمى بيونس ابن متى، ومتى ذكر بلي انه هي امه. وما من نبي سمي او لا كان ابن والده ديالو من غير سيدنا يونس وعيسى عليهما السلام. هادشي ورد في قصه سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام مع غلام لما كان راجع من الطائف. اذا كنتو باقي مازال عقلتو راني درت عليكم في السلسله ديال رمضان السيره نتاع سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، انه سيدنا رسول الله لما كان راجع من الطائف غادي يتلقى بواحد الغلام، فسول الحبيب هذا الغلام اللي كان نصراني من اي بلد انت؟ قال ليه من نينوى. قال ليه رسول الله بلاد اخي يونس. سولو داك الغلام واش كتعرف اخي يونس؟ نعم. فبدا سيدنا الحبيب عليه الصلاه والسلام تسرد القصه نتاع سيدنا يونس لهذا الغلام. بعث سيدنا يونس لنينوى وما امن به حتى شي حد، كانوا كيستخفوا به ويغضب منهم، خرج غاضب حتى وصل للبحر وشافوا واحد الناس على السفينه ديالهم وكانوا تعرفوا عليه غير الصلاح والايمان والتقوى، فغادي يديه معاهم غادي يهيج البحر، والسفينه بدات كتميل بهم. نطق واحد منهم باللي انه فينا صاحب ذنب خصنا نتخلصوا منه، غادي يقترعوا واللي جات فيه القرعه غادي يرميوه للبحر. وها هي خرجت سيدنا يونس عليه السلام، ما قدروش ما تجرؤوش عليه لانه حيتاش كيعرفوا فيه الصلاح والتقوى، عاودوا القرعه للمره الثانيه وخرجت فيه، وهنا غادي يمتثل الامر تاع مولانا حيتاش انه خرج من القريه بدون اذن من الله او لا من دون امر الله. لما رموه في البحر غادي يلتقموا الحوت العظيم وبقى في البطن ديالو. العلم اثبت بلي انه الحوت هو 3 نتاع المعدات، واجتمعت على سيدنا يونس عليه السلام 3 ظلمات، الظلمه نتاع بطن الحوت والليل وحتى المحيط. انا ذاك سيدنا يونس غادي يسمع اصوات اللي كانت مخيفه مهيبه، سمع مخلوقات المحيط والبحر في قاع المحيط كتسبح لمولانا، وكان المشهد جد مخيف ومرعب. من بعد غادي يدعي لمولانا الدعوه اللي كل شيء عارفه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. تيقول رسول الله في حديث صحيح ما من مسلم دعا بهذا الدعاء الا واستجب له مولانا. هذه هي كانت الدعوه نتاع سيدنا يونس في بطن الحوت لما قذفوا هذا الاخير في الشاطئ، كان ضعيف ومريض وجائع وعريان، وهنا غادي تنبت عليه الشجره اللي اثبت العلم
بالفوائد ديالها انها الوحيده اللي تقدر تاكل خضره مطبوخه مسلوقه، المهم بجميع الطرق. اجي نرجعوا شي شويه دابا للعلم. خبيره قاع المحيطات كتوصف المشاهد الاخيره لهاد الغواصه باللي لما تنخفض الاكسجين الناس اللي داخل اللي فيها تعرفوا باللي انه قربت الساعات ديالهم الاخيره، وكتصيبهم واحد الهاله من الهستيريا والخوف والرعب من المشاهد اللي كيبداو كيشوفوها، وكتبدا البروده والظلمه حيت انخفضوا لاكبر مستوى غير مسموح لهم به، وبالتالي غادي يشوفوا مخلوقات اللي كتخلعهم وغادي تصيبهم بالذعر، ومن بعد غادي يبداو يموتوا على التوالي واحد تبع الاخر على حسب الاختناق نتاع كل واحد اللي كياخذ ليه من ربع ساعه لثلث ساعه. كاع الاحداث اللي وصفتها الغواصه نتاع 1992 على المخلوقات المخيفه والرعب والاصوات اللي سمعوها جات المشاهد والوصف قصة سيدنا يونس عليه السلام. كاين آية في القرآن اللي كتقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. علاش الأجداث وماشي القبور؟ وهذه بلاغة القرآن بلأنه كاين اللي تيموت في قاع البحر، كاين اللي كتاكلوا الوحوش، كاين اللي كتاكلوا الذئاب، كل واحد الطريقة باش كيموت بها. فكيفاش غادي تبعث من القبر وهو أصلا ما تدفنش فيه؟ والأجداث هو المعنى نتاع عودة الروح للأجساد ديالها من البلاصة اللي ماتوا فيها، سواء تحرق حيت كاين اللي كيتحرق وكيولي رماد. فكيفاش غادي تبعث من القبر وهو أصلا ما تدفنش؟ وهذه بلاغة في القرآن الكريم. وهنا يثبت العلم بلي أنه بزاف من الناس اللي كيموتوا وما كيتدفنوش، فجاء في القرآن بهذه البلاغة ديالو في الوصف الأجداث، يعني من المكان اللي كيتعتبر قبر، سواء تحرق أو تكال أو لغرق إلى ما آخره. دابا هاد ذوي الاهتمامات التافهة اللي الله يرحمهم غادي يهبطوا لقاع المحيط باش أنهم يشوفوا حطام السفينة، باش تعرف أنه بزاف من البشر اللي هما أصحاب أموال ولكن همهم في الحياة قليل وتافه. واش دابا في نظرك أنت غادي تنوض تخسر حياتك وتجازف بها في أنك تشوف حطام بقايا ديال سفينة؟ شنو استفدتي؟ وإذا جعزتيها في القائمة ديالك شنو غادي تعطيك؟ عموما هذه هي كانت العلاقة ما بين قصة سيدنا يونس عليه السلام مع شنو اللي وقع. ناس بزاف اللي دخلوا نقاط عميقة في المحيط ماتوا بالرعب، منهم اللي تصابوا بنوبة هلع وخوف من داكشي اللي شافوا واللي سمعوا. في قصة سيدنا يونس في قاع المحيط وردت باللي أنه كان تسمع مخلوقات المحيط اللي كتسبح المولانا، وهو غادي يفهم هذا التسبيح حيت الرب عطاه الإذن في السماع ديالو، ولكن البشر في قاع المحيط أكيد غادي يخافوا وغادي يحماقوا من داكشي اللي شافوا واللي سمعوا. أخي الأخبر، من بعد ما وقع هادشي أكيد وتستمر الحياة، شركة الغواصة الشهيرة كتعلن على رحلة جديدة للتايتانيك، يعني من بعد مرور أكثر من 10 أيام من الانفجار الداخلي الكارثي لهاد الغواصة تايتان اللي مشى ضحيتها 5 ديال الركاب، غادي تعلن هاد الشركة أوشن جيت إكسبيديشنز على الرحلات الاستكشافية الجديدة ديالها لحطام السفينة تايتانيك خلال العام المقبل اللي هو 2024. وكشفت الشركة بلي أنه كاينين مهتمين باش أنهم يمشيو. قد تكون هذه غير كذبه، كنظنش حد يقدر يدير هذا بعد ما انتشر هذا الخبر، ولكن ما علنتش على الغواصه اللي غادي يستخدموها نظرا حيتاش الغواصه الاخرى سايكلوبوس اللي كتمتلكها الشركه مازال كاع ما تبنات باش انها تنزل لعمق الحطام تاع التايتانيك. صراحه قرارات اللي هي غبيره مع غرور اللي تيطمس البصيره وكيخلي الواحد انه يتحدى بعض الامور اللي هي خير مقبوله. الحمد لله على اسلامنا. اذا وصلت حتى لهنا بغيت نقول لكم بلي انا وحلقتنا كتنتهي، ولكن عندي سؤال في هذه الحلقه. شحال هذه ما لعبنا هذه الاسئله ياك؟ شنو هي ديك الثمره اللي مبتات على سيدنا يونس عليه السلام؟ حاولوا انكم تخدموا الذاكره ديالكم مزيان، ما تحاولوش تقلبوا في جوجل ما فيها بس يقول ما عرفش. هذه كانت حلقتنا اليوم، نتمنى انها تكون نالت اعجابكم واستفدتوا منها. دمتم في رعايه الله وحفظه، ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب. سلام سلام.